لكل من كان يريد عدم صعود النادي الأهلي، الأهلي بيتعادل مع نادي سان داونز بهدف لكل فريق ويصعد إلى الدور قبل النهائي في البطولة الأفريقية. ألف ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس إدارته، ألف مبروك للاعبي النادي الأهلي في هذه المباراة البطولية. الحقيقة قدم النادي الأهلي أداء دفاعي رائع، وكان من الممكن أن تنتهي هذه المباراة بفوز النادي الأهلي بعدد وافر من الأهداف، ولكن هذه هي كرة القدم، وتعادل إيجابي يصعد بالنادي الأهلي وسط تحكيم عادل جدا من بكاري جسامة، واحد من نجوم هذه المباراة.